فقرة. مجموعة طلابية خاضت التجربة لتخرج من حيز الجانب النظري إلى تطبيق الأفكار على أرض الواقع، ليخرجوا بنتاج فكرة تحولت من خلال المبادرات إلى شركة مدراؤها طلبة جامعيون. شركة الأرض الخضراء أسسها طلبة من جامعة فلسطين التقنية ليرسموا الرؤية القائمة على تسويق المنتج العضوي والتحول من بعد ذلك إلى إنتاجه ذاتياً. نرحب بالاستوديو بضيفينا، كل من رئيس قسم المهن التجارية في جامعة فلسطين التقنية خضوري فادي شحاده، يسعد صباحك. صباح الخير. وكذلك غدير رجب مدير عام شركة الأرض الخضراء الطلابية، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يعني اول ما بخطر على اذهان الساده المشاهدين وحتى يعني احنا انه ايش هي بالضبط الفكره باختصار من هذا المشروع وهذه المبادره التي قمتم بها؟ اول شيء بحب اشكر تلفزيون الفجر الجديد على هاي الفرصه، واللي كان اول تلفزيون او محطه اعلاميه محليه نشرت الخبر عن الطلاب منذ بدايه التاسيس. الفكره اجت من مبادره مؤسسه انجاز فلسطين من أجل خلق فرص العمل لدى الطلبة بعد التخرج، بأسسوا شركتهم ومن خلال ابتكار منتج أو خدمة وبدخلوا ببيعوا الأسهم وببلشوا بعملية التسويق المنتج طبعا في المناطق الفلسطينية. المسابقة كانت بين الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية والجامعات العامة، وصل للنهائي عبارة عن 5 جامعات فلسطينية. والحمد لله رب العالمين، توج جهدنا المكثف والحثيث فوز طلاب شركة الأرض الخضراء من جامعة فلسطين التقنية خضوري بالمركز الأول بقيمة 5000 دولار على مستوى الوطن. على مستوى الوطن، نعم. ممتاز. طب غدير، كمدير عام للشركة أكيد هناك أمور دراسية في الجامعة وكذلك ممارسة لتعزيز فكرة شركة الأرض الخضراء. في البداية كيف بتتم عملية الموازنة ما بين الأمور الدراسية وأمور الشركة؟ طبعا إحنا الطلبة متفرعين من أقسام مختلفة، فعندك إدارة مالية ومصرفية، والقسم الثاني من الطلبة اللي هو أتمتة صناعية. طبعا إحنا بما أنه إدارة مالية ومصرفية، طبعا إحنا بنحط الهيكل الإداري، توزيع مهام الموظفين، غير هيك إحنا عملنا على تحديد السوق ودراسة للسوق، المنتج اللي بتحتاجه هذا السوق، عملنا لها دراسة كاملة، حددنا المستهدفين من الموضوع طبعا بجهد ال 13 طالب اللي احنا شكلناهم. بالاضافه لذلك عملنا مقارنه بين السماد العضوي والسماد الكيماوي، طبعا من خلال هاي كلها من خلال تجاربنا النظريه طلعناها للتجربة العملية. يعني أنتم قمتم بالتخطيط في الأمور اللوجستية أكثر، ومن بعد ذلك قمتم بالتطبيق، لكن لماذا تم اختيار القطاع الزراعي لنقول دون القطاعات الأخرى، وكيف تم دراسة الأمر خاصة بالنسبة للأسمدة والترويج لها؟ أول شيء احنا حددنا المنتج السماد العضوي لأنه للأسف احنا لقينا الفئة الزراعية بتفتقر أو ما عندها ثقة أو ما عندها ثقافة عامة للمنتج الكمبوس، كل توجههم للسماد الكيماوي. السماد الكيماوي بتعرفين أنه هو ضار في المنتجات، ضار في الأرض، ضار في الصحة، ملوث للبيئة. فإحنا اخترنا المنتج هذا بناء على أنه صديق للبيئة، بحافظ على التربة. غير هيك احنا عملنا دراسه كامله في جامعتنا مركز للابحاث، فدخلنا العينه من السماد الكيماوي والسماد العضوي، والحمد لله عملوا لنا تجارب. طبعا هذا مش تخصصنا، تخصص الابحاث في الزراعه هيك يعني، فالحمد لله شملنا جميع التخصصات في شغلنا. نعم، كرئيس قسم المهن التجاريه في جامعه فلسطين التقنيه خضوري، هل الرؤية لشركة الأرض الخضراء بأن تطبق على كافة الجامعات، بمعنى أنها نموذج يحتذى به وأن تحمل أفاق تطويرية أكثر من الحيز في مدينة تركيا؟ إحنا ضمن رؤية الجامعة فلسطين التقنية خضوري ورؤيتنا كقسم بنحاول وبنبذل كل جهد لإشراك الطلبة بتخصصاتها وتخصصات كل طلاب الدبلوم بالذات طلاب الجامعة لكل المبادرات الشبابية والعملية اللي بتخلي الطالب ينتقل من دور دراسته والكتب والأمور النظرية لدور التطبيق العملي. صحيح. الرؤية وتجربة الشركة كشركة، يعني مدام فازت بالمركز الأول الحمد لله رب العالمين ب5000 دولار، حاليا شغالين إحنا والطلاب على تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات، وفي المستقبل طبعا راح نرفع رأس المال ويتم تسجيل الأسهم
ورح نمشي باجراءات الانتاج، خاصه انه الطلاب عندنا في طلاب اتمته صناعيه قادرين يصنعوا ويرتبوا الاله او الماكينات اللي بتشتغل موضوع السماد العضوي الكومبوست. هل هناك تعاون قائم ما بينكم بين قطاعات اخرى زراعيه لكن في محافظات اخرى خارج اطار طول كرم؟ ممكن اخلي الموضوع عند الغدير رجب المدير العام، لكن في كان يوم المسابقه انه عرض على الطلاب اتمام صفقه بكميه 15 بكميه 15 30 طن. وبنابلس كمان نفس الشيء، انه توريد المنتج السماد العضوي المنتج من قبل جمعيه دناب التعاوني لمنطقه نابلس. طبعا بالبدايه احنا حبينا نحكي عن الموضوع المنتج هذا بالذات لننشره لكافة محافظات الضفة، ورح نوصله لكل المحافظات من ابتداء من طول كرم لنابلس للخليل لبيت لحم لرام الله. وتفضل الأستاذ فادي وحكى لنا أنه في طبعا إجت صفقة لنا ب 30 طن لرام الله، بالإضافة في عنا بيت فريك بالأستاذ نور ملياط عامل مشتل، فطلبت منا كمية ونورد لها إياها. وطبعا رح إحنا نعملها زيارة للمشتل تاعها، ورح نكون معنا مهندس كمان مهندس زراعي أساس إنه يوضح لها طريقة استعماله لحتى لا تأذي منتجاتها يعني. غير هيك طبعا نحن عملنا كتوعية للمزارعين، ورحنا على زيارة لقفين بلدة قفين، وكان دعوة للمزارعين هناك، ونشرنا الحمد لله ميزات المنتج هذا، ولقينا إقبال من المزارعين للمنتج تاعنا. طيب عذرا على المقاطعة، لكن البعض بتساءل لربما بعض المزارعين الكومبوست اللي هي السماد العضوي تركيبته وشو الفوائد اللي ممكن انه يعطيها اكثر من الاسمده الكيماويه. طبعا السماد الكومبوست هو بتكون من مواد مخلفات نباتيه ومخلفات حيوانيه، طبعا بيفرضونه على طبقات، طبقه نباتيه من ثم طبقه حيوانيه، بخمروها لمده 3 شهور، بيعملوا عمليه تقليب لهي المواد على اساس تتحلل تحليل كامل، ثم بحطوها للماكينه اللي بتفرم المنتج هذا. من اهم ميزاته اول شيء بزيد خصوبه التربه، بقلل نسبه الاملاح في التربه، غير هيك بزيد نفاذيه التربه، عندنا طبعا تربه طينيه وعندنا تربه رمليه وانواع اخرى كثير من التربه، فبزيد نفاذيه التربه الطينيه، وبالنسبه للتربه الرمليه بحسن خواصها، بالاضافه لانه بتحتفظ على درجه الماء، بتبني هيكليه التربه بشكل عام، وبتخليها فيها تغذية كاملة على مدار الموسم، ومن هيك بزيد الغلة، بزيد يعني حتى النتائج إيجابية أفضل. طب كيف ممكن يحصلوا على هذا الأسمدة؟ يعني لحتى خلينا نحكي بعض الناس ممكن تحكي إنه إحنا حابين نحصل على كميات، كيف ممكن يتواصلوا مع مين بالضبط؟ طبعا في عنا مدير التسويق أوس مرعبة، وعنا مدير برضو متابع له موظف المبيعات مصطفى حمد، مصطفى حمد أو مصطفى حمدان، بخربط في اسمائهم. في عندنا طبعا في عندنا المشتريات، قسم المشتريات فارس طافش، من خلالهم بيتم التواصل. اغلب الطلبه طبعا لنا موقع على الفيسبوك اسمه شركه الارض الخضراء الطلابيه، في ارقام تليفوناتنا، موقعنا، بيقدروا يتواصلوا عنا من خلاله. طبعا يعني هذه خليني اضيف شغله، الطلاب نفسهم موجودين في مناطق زراعيه، قفين، النزله، عتيل، دير الغصون، خلينا نحكي المناطق اللي في طول كرم زراعيه وفي قلقيلي. الطلاب عملوا نقاط بيع موجودة كل واحد في قريته، كل واحد في مدينته لتسهيل عملية التواصل، وطبعوا طبعا باسم الشركة طبعوا بروشورات، عملوا بوسترات، وعملوا وسائل دعاية وإعلان على أساس يوصلوا عملية تسويق المنتج لكل شخص أو لكل مزارع محتاج، سواء مزارع، أفراد، بلديات، مؤسسات اللي بدها السماد العضوي. طب يعني هذا بالنسبة للتحضيرات، وحتى يعني خلينا نحكي العملية الترويجية بحد ذاتها هي بتحتاج لتكاليف، يعني ممكن يسأل واحد طب مين اللي بيدعم هدول الطلاب؟ احنا ممكن حابين نشارك كطلاب آخرين هلا عم بيشاهدونا، لكن بيحكي طب من وين هذا الدعم المالي وحتى المعنوي بالنسبة لكم؟ الدعم المالي طبعا من ضمن شروط تأسيس الشركة هو في عندنا رأس مال الشركة 2000 دولار بما يعادل 8000 شيكل، تم طرح الأسهم طبعا احنا بالجامعة كموظفين وكهيئة أكاديمية وإدارية قمنا بشراء أسهم، الطلاب نفسهم قاموا ترويج الأسهم لأقاربهم، أصدقائهم، بعض المؤسسات،
عملنا رأس مال عبارة عن 8000 شيكل. هدول رأس المال قمنا بعمليات الدعاية والإعلان والأمور التأسيسية للشركة. وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المحلي هل كان في تعاون معكم؟ يعني أنا فخور أني في طول كرم عندنا مؤسسات المجتمع رأسها الغرفة التجارية والأستاذ إبراهيم أبو حسيب والدعم المادي والمعنوي الكبير، والأستاذ محمد أستاذ أبو ناصر محمد عورتاني كان دعمه كبير، وجمعية لجان العمل الاجتماعي والأستاذ رئيسها شريف شحرور ما قصروا نهائيا في إشراك الطلبة والشركة مع المجتمع المحلي والقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية. طبعا جمعية النيابة التعاونية مشكورين على تعاونهم ودعمهم إلا ماديا كمان ومعنويا، وتواصلوا معنا حتى يوم المسابقة، روحوا متأخر يعني تقريبا الساعة 7 الليل. والشيء الرئيسي اللي هو دور الجامعة. دور الجامعة ممثل برئيس الجامعة الدكتور مروان عورتاني والدكتور سعد ملاك النائب الأكاديمي، كان كل ما نحكي لهم في عندنا نشاط للطلاب في كذا بيحتاجين مع الموافقة مباشرة، وياريت يعني كانوا يحكونا ياريت تعمموا الفكرة والمشروع والمبادرة على جميع الطلاب. وبنس ما بدي انسى الشخص اللي كان يدعمنا دائما بكل كبير وصغير، الدكتور بسام حمدان عميد كليه فلسطين التقنيه. اكيد احنا بنوجه لهم التحيه وبنصبح عليهم جميعا. اكيد كما نشاهد ايضا على الشاشه من احدى الورش التي تم اعلان عنها في الغرفه التجاريه في الاعلان عن شركه الارض الخضراء والتوقيع مع رئيس الغرفه التجاريه. غدير، الرسالة التي تحمليها إلى شريحة الطلبة الجامعيين، يعني الكل بيحكي أنه في ضغط دراسة، لكن مع كل هالضغط في فكر إبداعية خلاقة طلعتوا فيها ونفذتوها. أنا بشجع الطلاب الآخرين على أن كل واحد عنده فكرة إبداعية أنه يبلش يباشر فيها، لأنه رح يلاقي الدعم من جميع، سواء من الأساتذة أو من الهيئة التدريسية بشكل عام، من المؤسسات الخارجية، وبالذات الغرفة التجارية رح تلاقي دعم كبير لإلهم. طبعا احنا حضرنا، طبعا كانت الاستاذة هون حاضرة لنا مبادرة مؤسسة جهود، فكانت عندنا افكار كثير في كفر اللبد خلاقة، انها قادرة يعني قادرة تصنع طلبة حتى صغار، يعني حتى فئات عمرية من ال 15 لما فوق، يعني لكافة الفئات. كانت يعني كانت افكار كثير حلوة، وان شاء الله انهم بيستمروا على انهم يشجعوا سواء جامعتنا او جامعة القدس المفتوحة والجامعات في مستوى الوطن، يعني ان شاء الله. اكيد دائما خالد، انت بس قبل ما بدي اعقب على كمان انه رسالتنا الاساسيه هي المحافظه على البيئه والتربه ونشر ثقافه المواطنين والمزارعين باستخدام الاسمده العضويه من اجل انه يخففوا من المواد الكيماويه للاسف الزايده من امراض الاشخاص والناس. مشان هيك خالد كان عم بيسال بيحكي انه ليش التسميه كانت شركه الارض الخضراء، يعني كان تكون الرائده ان شاء الله في انها صديقه للبيئه والمحافظه على بدنا الارض تضل خضراء. أكيد إن شاء الله، يعني جهود طيبة وجهود رائعة تذكر على سبيل إنجاز المحلي، سواء لجامعة فلسطين التقنية خضوري وكذلك على شريحة الطلبة الجامعيين. إذا سمحت لي يعني بوجه تلفزيون الفجر الجديد شكر لمؤسسة إنجاز فلسطين اللي بدرت في تنظيم هذه المسابقة، والراعي الحصري البنك الإسلامي العربي لدعم الشركة ب 5000 دولار لاستكمال إجراءاتهم. نعم. أكيد الشكر دائما موصول إلى الجميع. مشاهدينا أكيد نشكر ضيفينا في الأستوديو، فادي شحادي رئيس قسم المهن التجارية في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وكذلك غدير رجب مدير عام شركة الأرض الخضراء الطلابية.